هي أولى العمليات الجراحية الخاصة بزراعة الكلى هنا بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 1954 بوهران. عمليات توقفت لسنوات بسبب جائحة كورونا تعود اليوم ليتكفل الطاقم الطبي بحوالي 20 مريضا تمت برمجتهم إلى غاية نهاية العام الجاري. رانا دايرين اليوم غادي نديرو إن شاء الله 2 زوج تاع عملية زرع الكلى، وغدو إن شاء الله وحدة، ومن الآخر الشهر ممكن نلحقوا 10 تاع لي غراف رينال. كاين فريق باش يقوم بنزع الكلية والغسل تاعها وكل شيء، وفريق آخر اللي يتواجد مرايا اللي راهم يوجدوا في المريض باش يديروا له عملية زرع الكلى. الحمد لله العملية راهي مستمرة، ونتمنى النجاح إن شاء الله وشفاء المرضى تاعنا. إعادة إطلاق زراعة الكلى بمستشفى وهران ما هو إلى بداية لإطلاق أنواع مختلفة من عمليات زرع الأعضاء، ناهيك عن المساهمة في تخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية الأخرى الناشطة في زراعة الأعضاء على المستوى الوطني. ما يخص زراعة الكلى للأطفال، ما يخفاكمش كاين زوج مؤسسات استشفائية اللي تقوم بزراعة الكلى للأطفال، هي في باتنا وبليدة، باش نقصوا العناء المرضى وعناء الأولياء تاع المرضى باش يروحوا لباتنا. ولا كذلك عام قريب إن شاء الله راحين مدى المتوسط ننطلقوا في عملية زرع الكبد لاغريفيباتيك شيلوفو عند الأطفال وكذلك عند الكبار. وتزامنا مع العمليات الجراحية المبرمجة بمستشفى وهران ينتظر بعث برنامج تكويني لفائدة الفريق الطبي للتحكم أكثر في تقنيات جراحة الأوعية الدموية، فريق يعول عليه لنجاح زراعة الأعضاء في الجزائر.